بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم. معكم الدكتور عصام أنديل. أولا كل سنة وأنتم طيبين. وصلني بعض الاستفسارات، ودي أهمهم. طبعا أنا عارف إن الاستفسارات دي تنم عن إن إحنا عايزين نطلع أحسن ما عندنا، ونطلع مواضيع جديدة ومبتكرة، وعشان نسهل عليكم الدنيا. الموضوع سهل جدا، مش صعب، محدش يقلق خالص، وإن شاء الله نكون أجبت على معظم الاستفسارات اللي ممكن تفيدكم. قلنا بس اللي فائدتهم، عشان ممكن تلاقي إجابتك، تلاقي الإجابة هنا عن الاستفسار اللي أنت عايزه. أول حاجة، لغة المقالة البحثية هتكون اللغة العربية فقط. يفضل ان هي تبقى اللغة العربية فقط. لو انت حتى استعنت ببحث اجنبي او بحث باللغة الانجليزية، اعمل له ترانسليت واكتب الريفرنس بتاعه باللغة الانجليزية عادي في الاخر خالص. طيب، السؤال التاني، هل هختار الموضوع ولا حضرتك اللي هتنزل مواضيع؟ طبعا احنا في الفيديو اللي فات قلنا ان ليكم حرية الاختيار، واديت امثلة على المواضيع، واختار عنصر من محصول معين بالنسبة لبتوع المحاصيل، تاج المحاصيل او محاصيل زيت، عشان ما تصعبوش الدنيا على نفسكم، ما تصعبش الموضوع على نفسك. اختار موضوع عن محصول معين، اختار محصول وليكن مثلا القطن، وابدأ اشتغل. عندك القطن فيه عناصر كتير، الصفات الجودة في القطن، عندك مثلا الري في القطن، التسميد، الدورة الزراعية في القطن، أهم الأصناف في القطن، الصفات التكنولوجية في القطن، العمليات الزراعية في القطن، طرق الزراعة، كل عندك طرق الري، العناصر، التسميد، التربة، كل ده في محصول واحد. تخيل بقى، عمم الكلام ده على أي محصول من المحاصيل اللي أنت هتشتغل فيها عليها. فيفضل إنك تاخد عنصر عشان لا تتجاوز عدد الكلمات المطلوبة. السؤال اللي بعد كده، هل ينفع عدد الكلمات يزيد؟ طبعا الناس كلمتني، يعني مثلا 600 الموضوع 600 كلمة، بيقول لي بواصل 2000 كلمة و1000 كلمة وكلام. لا، التزم بالنموذج الاستنشادي، هم 600 كلمة، الموضوع 600 كلمة. وكل موضوع هنقوله ايه؟ هنقوله كل عنصر من المقالة، يعني مقدمة من كذا لكذا، 150 من ايا 150 او 150 ل 200 كلمة، وهكذا. امشي بالنموذج الاستنشادي اللي احنا ايه نزلناه، وما تصعبش الدنيا على نفسك. ازاي اعرف عدد كلمات كل جزء؟ طبعا هقول لك في الاخر خالص الفيديو، هنطلع المقال البحث اللي كنا عملناها، النموذج الاستنشادي، ونقول لك ازاي تحسب العدد ده وتشوفه. مجرد انك تعلم على الكلمات اللي انت عايز تشوف عددها، هتلاقي عددها تحت. طيب اهو، يعني مثلا هنا، طبعا انا هعملها لكم برضو هنا اهي. لو انا علمت على السطرين دول مثلا، وجيت شفت تحت هنا اهو، بص معايا، بص لا مش هيبان هنا، مش هيبان هنا عشان اعمل فول سكرين. طيب خلينا بس نبقى نقول في الاخر. السؤال اللي بعد كده، ازاي اعرف على الكلمات دي؟ هنشوفها في اخر الفيديو. هل يا دكتور ناخد اكتر من محصول كلمه؟ ليه لا، من فضلك خد محصول واحد، والافضل كان تاخد حدد نقطه واحده زي ما قلنا قبل كده، نقطه واحده تشتغل عليها، ري، التسميد، العناصر الصغرى، طريقه الري، طريقه التسميد. اختار اي موضوع من المواضيع وابدا. التسميد بالهوميك، اختار بقى خصائص التربة وتأثيرها على محصول معين او المحصول بصفة عامة، اهمية المحصول الزيتية باختصار، اهمية المحصول البقولية بصفة عامة. اختار نقطة معينة وما تصعبوش الدنيا على نفسكم. بعد كده، عند اشتراك ثلاث، من فضلك، كتير جدا، انا هعمل انا لوحدي، هعمل انا وزميلي، هعمل انا وزميلتي، اتنين، لا، من ثلاثة، اربعة، خمسة. طيب، عند لو انا
مثلا 3 أو 4 أو 5، مين هيبعت، مين هيبعت الموضوع؟ هو واحد طالب واحد بس. طبعا هتبقوا مسجلين كل زي ما النموذج الاستشهاد معمول، وهنفتح لكم الصفحة بتاعة التسجيل، بتاعة تسجيل الأسماء والأرقام الجلوس، والطالب ده هو اللي هيرفع إيه؟ هيرفع هيرسل المقالة البحثية للإيميل إن شاء الله المرة الجاية كده، مع بداية أما يجي يقرب ميعاد التسليم هننزل لكم الإيميل بتاعه. طب مين هيستلم؟ طبعا عشان تبقى في الأمان، بتبقى في لجنة ثلاثية بيشكلها مجلس القسم لكل قسم، وأعضاء اللجنة دول هم المسؤول عن استلام الأبحاث. مثلا أنا مثلا مسؤول في اللجنة عن المحاصيل، ومحاصيل إنتاج محاصيل الزيت هيبقى أنا هتبقى تولي على الإيميل بتاعي، وهنحدد الكلام ده وهقوله بعد كده. مين هيقوم بتصحيح المقالات؟ طبعا اللجنة الثلاثية اللي احنا اتفقنا فيه. طب هل هيتم عمل كشف للأبحاث المسروقة أو المقتبسة أو المنتهى العلمية أو تتجاوز نسبة الاقتباس؟ طبعا زي ما قلنا الاقتباس إنك ما تاخدش كوبي وبيست، اعمل الموضوع إعراب بمفهومك ولخصه بأسلوبك، ولخصه بأسلوبك واكتبه بأسلوبك، وفي الآخر خلاص البحث اللي انت خدت منه او الكتاب او رسالة او اي مكان خدت منه. بس ما تكتبش جوجل، يعني ما تكتبش يعني انا بعمل سيرش في جوجل بعدين جوجل جاب لي مليون بحث، دخلت انا على بحث معين او موضوع معين او موقع معين خدت منه. هنكتب اسم الموقع ونحط اللينك بتاعه وهنقوله دلوقتي برضو في اخر الفيديو. مين هيقوم بتصحيح اللجنة؟ طبعا هل عمل كشف مقالات بس مكتوبة تجاوزت؟ طبعا هنعمل ازاي هنكتشف؟ طبعا اللجنة اللي هتقوم بعملية التقييم او التصحيح، ولو اكتشفنا مقالات مقتبسة او مسروقة بمعنى صح او شبه بمقالات طلبة تانية، النتائج بتاعتهم لحد ما نشوفه هنتخذ معاهم اجراء قانوني ازاي. هل يتم تصحيح المقالات ام جر... اه مهم جدا جدا. بعض الناس بيقول لك ده كلام وبتاع ومش عارف ايه وكله هيعدي لا، ده دي هتبقى بمثابة اوراق امتحان رسمية يجب على القسم والكلية هنحتفظ بيها زي ورقة اجابتك اخر السنة او في كل سنة او في كل ترم، هنحتفظ بيها في الكنترول على حسب الفرقة. الفرقة التانية يبقى في كنترول الفرقة التانية، كل الفرقة الأولى في كنترول الفرقة الأولى، الفرقة التالتة في كنترول الفرقة التالتة، وهكذا. يبقى لازم نهتم بالإيه؟ بالموضوع. طيب السؤال اللي بعد كده، المقالة البحثية المرفوض هنعمل إيه؟ يعني مثلا مجموعة قدموا لي مقالة وما خدتش السكوب بتاعها وما خدتش طبعا احنا قلنا هتقسموا المقالة ل5 عناصر، وكل عنصر هيبقى مكتوب قصاده. مثلا محمد احمد ده اشتغل على المراجع وعلى المقدمة، وواحد اشتغل على المقدمة بس، وواحد اشتغل على الموضوع، وواحد اشتغل، يفضل ان يكون ايه، يكون القصة كده. فنفترض ان حد مثلا رسب، هنديله فرصة تانية يعمل لنا ايه، يقدم مقالة بحثية اخرى. طب ايه الطالب اللي اصلا ما قدمش مقالة بحثية، نايم كده وما قدمش؟ طبعا ده يعتبر الطالب ده راسب وباقي في مقررات الفصل الدراسي اللي هو في المقرر اللي ما قدمش فيه اللي المقالة البحثية، ونشوف الكلية بقى او قرارات الكلية هيتم ازاي. الوحدات طبعا بتاعة الفصل الدراسي دي مش هتضاف على المجموع الكلي، وهتضاف طبعا على اللي انت امتحنت فيها، طبعا هتبقى دي تبع الكلية برضو امتحنت فيها، وهيطلع لك التقدير الكلي على حسب المواد اللي انت امتحنت فيها. الوحدات دي هتبقى هتتحط طبعا، الكورسات هتتحط وهتبقى ايه، ناجح باص او ايه او رسم. ماذا عن مواد التخلف؟ برضو جالي ناس كتيرة جدا عندي مواد تخلف. أي حد معاه مواد التخلف هيمتحن فيها بعد العودة إن شاء الله، أي حد معاه مواد تخلف هيمتحن فيها. إيه الطالب اللي بيعيد؟ وأي طالب برضو بيعيد الفصل الدراسي حتى بالكامل، بيعيد 3 4 مواد يبقى دي تعتبر تخلف، يبقى هيمتحن بعد العودة. طب أعمل مقال بحثية لوحدي؟ لا ما ينفعش، المجموعة من 3 ل5 أعملها انا واتنين بس، اتنين فقط؟ لا برضو مجموعة من 3 ل5.
طب الصيغة اللي هسلم بيها البحث وورد ولا ايه ولماذا؟ الصيغة اللي هسلم بيها سعادتك البحث او سعادتك البحث تبقى الصورة بي دي اف. ليه صعب التغيير فيه وصعب اللعب فيه؟ ممكن انا مثلا مع مجموعة مش متفق معاهم، او مثلا مع حد مثلا ممكن العب في الوورد، ممكن احذف بتاعي مش عارف ايه، ممكن يبقى يحصل الوورد بيبقى سهل عملية الحصول والدمج، يحصل له مشكلة. هنوفر على نفسنا الكلام ده، انت خلصت وورد ونسقته وراجعته وظبطت العدد بتاعك، حوله بي دي اف وانا بنزل لكم فيديو ازاي تحول الوورد بي دي اف، تحوله بي دي اف وتبقى تبعته. هل ممكن اعمل مقالة بحثية اتنين فقط؟ لا طبعا، مجموعة تلاتة خمسة. طب امتى التسليم؟ التسليم هيبدأ من بداية ان شاء الله يوم 31/5، اخر ميعاد التسليم 20/6. قبل بداية التسليم اليوم اللي قبلها هتلاقوني منزل لكم فيديو بالايميل بتاعي، ويقول لكم الشروط وتبعت ازاي وتبعت على الايميل ازاي والموضوع كله. طيب ازاي اكتب كتابة المراجعة؟ هنوري لك كمان في المقالة البحثية في اخر الفيديو. طيب ازاي كيف يتم اعلان نتيجة العام الدراسي وامتى؟ طبعا هتقول نتيجة العام في اول ما نخلص استلام المقالات البحثية بعد 20/6. بعد 20/6 ادينا اسبوعين ان شاء الله تكون النتيجة ايه، تعلن النتيجة. طيب خلينا احنا عندنا حاجتين هنعملهم دلوقتي. هنشوفوا ازاي تكتب ريفرنس او مرجع عربي او انجليزي، والتاني حاجة ازاي تعد الكلمات. لو انا جيت هنا وعملت كده وفتحت المقالة البحثية، هي النموذج اللي انا عملته لكم وشفتوه هنا اهو، صفحة العنوان هنا اهي، يبقى صفحة العنوان، العنوان اهو اتفقنا دي مهم جدا عشان في ناس بتسأل فيه. هتكتبوا الاسماء، رقم الجلوس، اسم كل اسم قصاده، المسؤول محمد ده مسؤول عن المقدمة، محمود مسؤول عن الموضوع، فلان مسؤول على الأجهزة أو النتائج. التاني التوصية المحتوى مثلا. طيب الصفحة اللي بعد كده المحتوى هو المحتوى مهم، انت هترقم رقم الصفحة وتدي مسلسل وتدي ده. طيب تعالوا بقى نقولوا ايه ازاي تعد. يعني انا مثلا واقف هنا في المقدمة عايز اعد، مهمة جدا دي خلي بالك، يعني انا هعلم على المقدمة لحد الكلام اللي انا كاتبه. لو انا بصيت هنا تحت اهو، شوف انا بعمل هنا اهو، طلع ايه 8 كام، 98 كلمة، 8 ايه و90 كلمة. يبقى انا في الوورد واقف على الوورد اهو، علمت ظللت على الكلام اللي انا عايز اعده اهوت، مش هحسب لي مسافات ولا حاجة زي ما كان في زميلتنا بتسأل يعني. فايه يقول لي ده 8 ايه 98 من 500 وكذا. تمام، نيجي للجزء الثاني، انا عايز كام مثلا؟ عايز من 150 200 مقدم. الجزء الثاني كتبت الموضوع، انا مثلا نفترض ان كل ده الموضوع اهو، هذا الموضوع كله اهو، عايز اعرف عدده 120 كذا، يبقى ايه لا يتجاوز ال، وهكذا كل جزء ايه وهكذا. تعالى بقى نبص لحاجة مهمة، المرجع. خلي بالك المراجع اول حاجة هنكتبها بنك المعرفة المصري، انت خدت بنك المعرفة المصري، وهعمل له هنكتب جنبه الايه اللينك بتاعه. طيب انا خدت بقى اسم من كتاب الدكتور محمود والدكتور عصام، يبقى هنكتب ده محمود جمعة عصام قنديل. ممكن بعض الريفرنس نكتب السنة ونكتب الكتاب ونكتب الصفحة، يعني خلينا ماشيين بالكتابة دي. محمود جمعة، بعد كده عصام قنديل، الكتاب، السنة، الصفحات، عدد الصفحات مثلا وليكن 100. طب انا عايز خدت من بحث، هكتب اقول اسم الباحثين اللي عندي، مصطفى محمد سعداني والفت عمي مملوك او مملوك مثلا. اسم التايتل بتاع الموضوع والبحث بتاعي اهو، الفجوة الغذائية بالوطن العربي، وبعد كده الجورنال اللي هي المجلة، بعد كده مكان المجلة دي منشورة تبع جامعة اسكندرية في مصر، وليها عدد
والفوليوم اللي هو النمبر والفوليوم، العدد والمجلد، والصفحات من صفحة كذا صفحة كذا، والسنة ايه في الاخر خالص، تمام، واللينك بتاعها. يعني انا المفروض لو ساعدتك كتبت لي لينك في الاخر هنا، المفروض لو انا عملت كده خدته كوبي، خدت كوبي وحطيته على ال، خدت ده كده كوبي، خدت اللينك ده، لو انا دوست على اللينك كده المفروض انا هدخل عليه، لو ما دخلش عليه يبقى انت في مشكلة عندك، تمام. قول له ادخل عليه، يفتح، يدخل المفروض اوتوماتيك، يدخل عليه. يعني بيقول لي كمان حمله، يعني انا عشان عندي برنامج حمله، حمله، هقول له مثلا الليتر، تمام، انا اقول له اوبن مثلا، هيبقى ايه، هيحمله، هينزله عندي، تمام. طبعا ده عشان اللينك صحيح، لو اللينك مضروب هيبقى عندك مشكلة. طبعا انا خدت من موقع ويكيبيديا، تمام، وده اللينك بتاعها برضه نفس القصة. لو انا على كليك يمين عليه الكنترول ودوست عليه، المفروض هيفتح لي على طول الايه، الموقع او المكان اللي انا ايه اخدت منه ده، مجرد ان انا افتح. يعني كده مش هتحط لينكات مضروبة ولا تحط بتاع كده، هنعرف الكلام ده كله. وراعي الكلام ده كله في موضوع البحث بتاعك او المقالة بتاعتك. اشكرك، اشكركم لحسن المتابعة، واتمنى لكم التوفيق. واي استفسار اكتبوه في كومنت تحت الفيديو. شكرا لكم، مع السلامة.